الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحن مركا كان كهد لنا دعوة كسابسا تفردا انكردا مركا هناك إحسانك لجهر جيو وقصة كل عذير بني إسرائيل قلت إلى أورنجري بني إسرائيل كدب مركي إلى هاي أمرين يقالان مال مقالة مقالة ذاس وأهيد متكم إذا دلك بركيسا أيضا الله أمرين أي مشى قالان يقو أفرانيا وإلى هاي خضوعية ومركي قليان إلى هاي سبحانه وتعالى خضوع أصمينا يا إلهينا ويدسنا يا مغفرة يا رحمة ويدسنا يا بلسة أيق مركي أي سداس مقالة إسلاه ذين قال قولك ليري مد أنا هين أي لي ما دين فعلك مقالة ليري كو قالنا فعل أنا هين بيكو قالين وحنا أي كده واقين هذا الكسف هذا ألفاد يعني مرن أو أن قيم الله هين أو إسكعيا لستغني ما أي كهدلين أيجو بدلية كلام كيلهاي كواسي أو متيستي إن أي كل عضو يعني محي هم كوا ظالمين بأهاين عذاب الله أي عقاب الله إنه دش وجي ما عضو أي متيستين بل هرتمرك هراء أي نسوق هذا حديث كإمام البخاري في صحيحه حديث كأبو هريرة وحوها وحول أبو هريرة رسول كيلهاي جيبا وحول قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب السجدا وقولوا حطة فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاهم أستاههم وقالوا حبة في شعره. إمام البخاري حديث كورنيو أبو هريرة أبو هريرة وحليه رسولك إلهي باوحيري وحلقوا يدر رب إسرائيل وحد كشان مقال هذا الباب يرد كقلا إذنك أو خاضعين أو خضوعسن أو ركوعسن قلا وحدنا إلهي ويديستان مغفرة يدن بداف هسي يشي كوا كاني وي بدلين قولك اللي يري مد آن هين بي لي مادين قولك وي بدلين حتى فعل كي سيدي اللي يري وقالنا وما إيسان قلين وحي قلين إياه أو كوا هدافيا بريدة بريدة كقرقورين كسعوني أي قلين هلكي اللي يري حتة تندهانا وحا أي كبدلين إن أي رهضان إلهي وهاد إيو سرين إيو شعير إيو وحاسانو كوي ديساني إن روايات إمام مسلم لفت قيد وحوها قيل لي بني إسرائيل ادخلوا الباب السجد وقولوا حطة يعني مركي سيدا ليلي الباب كقلا إذنك أو إلهي وخطو حسن كقلا واحد نتل هذان إلهي دنبردس لا يغفر لكم خداياكم فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعره يعني مركي ليرس دارها ولا يدين دافي تنبيذي إن أيالا ترتري أو لبابين ويبدلين قول كي ليري دها بيبدلين وحيقلين يقعد بذا كو سقيا أو كو هدافي تن وحا أي نوات الماميسا أو أي رنتي نوشي قيسا إلهي سبحانه وتعالى محكم تنزيل أي إنه جاور رمي أرهن كان كل عير رب بني إسرائيل رب بني إسرائيل تنيوا مقالوا كم إذا مقالوا ينك مقدس كأ وحاله يري واحد قشان إذنك أو سجود سن وحاله جوا ذا إذنك أو ركوع سن أم بخادعينا أو إلهي يسب بهم بهنا يا يسر دور دقيا هبا يراتي واحد كبيرة يسنتاج يذو أنا إذن كشرين إن أيذن إلهي بريدان مركز مقالة جليسان إلهي دنبيه ذا إنه إذن كتور أو إذن كبابي كل كاسة إلهي دنبيه ذي نترتريا بلسه وحي سمايان إن أي هذا الكي أردن أي بدلين وحي اللي يري دهانا ما إيسان أردن وحي اللي يري سمايانا ما إيسان سماين بل أي وح ويدارسن بي لي مادين آيات أيها إنه جوه الرمي استقبل آيات أيها إنه مركه هري أقرنه إلهي وحليه جل جلاله
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. إلهي بقى حليه ولا واحد حسنان نبي تدكوا هكو عبرت قاتين وقتي يقورتي أن نري قلع مقال هذا قلع عنا حق إذا كعنا وحي أدونتان عنا عنتان واسعة الباب كجلا يدك وسجود سو حد نتلا هذا دم بريدي سلاه ودم بيده نجرد ونجه هو بي وأن ترى إن أمرك دم بيدي دم بيدي بأن يدك ترى إن نغفر لكم خطاياكم وزن نزيد المحسنين كوا إحسان أهل إحسان كأنا إحسان كوا ذي بأن أزيادنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم الهي وحلي ويبدلين كوا الظلم فلاي وحنا إنه كهذا لأن أردمي وكو الظالمين تا كو أنه قلك لأ الظالمين رب إسرائيل كم ذا كو ظلمي قفلي وي بدلين قول كي ليري أي بدلين ومد آن لأردن أو كلا أي كترابين دابا داد محا كدعي وحي كدعي با كدعي فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون إلى هوين جل وعلا وحاوليه وحانو كل كها كسو دجيني وحانو كرغني كوي ظلمي فلاي ظالمينتي عذاب عراد بانو كرغني او حق سمدا كغا يمد سببته وحا اي تاهي فلاغو بدي اي كفلاغوبين الهي اوامرتيس وشرعي الهي او كمر بحين او اي فاسقين نقدين دراد ايا سيدتني او دحداي وحي واجهيان هلك كان يكون ظالمين تيه نعمة إلهي وحي كهر جيين أبال كدع يكفران أي كهر جيين بلاغ ما أيسا فرتو من وحي إلهي كو أمري كما أيسا شكرين نعموين كي إلهي وجود كو ضيالي بل حقي كقسوغيهين كواسي مركا لبربر ديغو بل حالك رسول كين سحابة دي ايك مركي أي قليين مقالة ذا مكة المكرمة مركي أي فرنيين سيدي وقال النبي يا صحابته وحي قال يقوا خاضعين متدللين خاشعين يقوا خشوعسن أي قال إلا رسولك صلى الله عليه وسلم إذا بدي سي سقفوشن أو سجود ماركتي إشارة و سميني مركو سوغلي نبي عليه الصلاه والسلام مكا اساس كو سوغلي اسغو متدللا خاشعا لله الهي درتي اسغو خشوعي قصدتن اي دعددن وحين كربحينا عبروين عبروينكا يا فائدوينكا اينو كربحينا وحا كميدا وينغا يو لحاتك اي ليدهي وحلو يقانو دنبيغا كوة بدلة أمرك إلهي يشرعيسا كوة بدلة كوة إلهي النعموين كيسا كأبالك دعا دنبيغودو وينيكيسا عدينتيسا كوة تحريفية والليحية إلهي كلام كيسا سيدا أي سمايين كوة الظالمين تا إرهر بنو إسرائيل كميدا وقضبك كوة باد أي نكالسو دحبحنا قصدا أيضا تنكلا بنو إسرائيل تن إيو وقتي هربا وحا أي قصد ينوشي غيستاين أي كجرين قوم قلبي أذق وقلبي إنجيجن ومعنجيجينه نحريس الدرن نفوه دون أي تهي نفو خبيثة عقلية دون أي هن عقلية منحرفة واللي حسن وصدي هبونيد أنو فكرينين وحابا ديكتاس يغا كمي ذا كون وحي يقول نغشي كي بادي دودا فسق دودا تمرد كأيو كما دحتيرين تأي معسيدة كما دحتيرين وكفل لأقوبين أمر كإلهي تسدحاد وحي نكا قادنين باي نكا لبحين تعاليم بالسيي إلهي با تعاليم سيي رير بنو إسرائيل وحنا نوغا ورمي القرآن الكريم كأبا ينوغا ورمي وحي ينوغا ورمي حديث كالنبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى تسليم أي ينوغا ورمي
وايا وحيت هاي قلت تانكا مركا لا قال يو ميل امبا لا فرانا يو ايضا او خادعين لي هاي او الهي لو خد حسين هاي ان ميشا سي لا قالو وتعلمتي لسيبي هاي يجو ربي بري يا ربي بري كوتشرا الهي دمداف انو سيو الهي دمداف ويدي سنيا تانينا وحي انو متليسا سيدا اي واجب اتهاي مسلمين تا فاتحين تا ادول فرانيا يجنا ان اي سيدو كلا اي يلان سيدو هبون او يجو خادعين يجو خاشعين يجو متدللين ان اي غلان او اي فرتان يجو سيدي كوا هوري يجو كبرسن او سنك تاغيا او قوقيا ام بفرحت قوقيا ان اي سنجلين غضب كافراد يدنا اينو كلا سو دخبخي كرينا وحا او يهاي غنيمويون waxa la loo yaqaan qaniimo oo cadawga dagaal laga qaado xaraam bay ka ahay reer bani israayil xaraam bay ka ahay hadana halka kan waxaan arkaynay iyada oo la yiri maxay loo idmo la yiri fakulu minha haythu shi'tum ragada ragada iyadoo la yiri baan arkayn maxay tahay waxa ay culimadu yiraahdeen xaraantinimada qaniimada ee banu israayil waxay ku koobnay dahabka iyo fidada iyo alaabta iyo dharka iyo wixii la mid ah ama wixii la cunayo oo cunaa sida xoolihii la cunayay ambaase wixii beeraha ku saabsan taasi xaraan kama ahayn ee waatan leefa kulu minha haythu shi'tum ragada ilaahi baa u yabaxeeyay ayaa la leeyay waa loo yabaxeeyay markii la amray inay meesha iyada agalaan عند وعليه فكلوا منها حيث شئتم رغدا سداس أي ليهن علماء مسلمين هذا بقى هدي أي نتحسن هالكاسية أي نكده يسنو بالمركة كنا وحين أجينا وحيابها الله يقع نضل مجو إنه سن كوكو بنين ضدك كلي حتى إنه سن كوكو بنين إنه جارسي سن هاي وحيابها ابن آدمكو منافع إذا أقول له فإذا ذا أقول له إن أيضا لفهمت إذا أي سوق اللي كرتوا سدى درتا ووين أي ضملك ضمل هذا الحرص ضوء كلا إلا انتفاع صدوا ده دي الدنيا بقى هدي آذنه أي شران أو أي كت عديان أنت إن أي تهاي أرين آن سنبا يعني لو عفني أرين تعسينا يعني أرين وناكسنا هاي وحن كلون كهذ لنا أيضا لفهمت إذا ودوين كا dadku dad iyo dunyada la maro ila manaafaad sado hadii wax aan habooneyn la dhigo cid dhigaysa inay tahay cid waxaanu ka hadlayno ku sifaysan laakiin cidii iyadu ka leexisa wixii wadada waxyeelo u leh in ayadana ay tahay wax lagu jirna mudanayo bal aan eegno marka kan xadiis baan soo qaadanayna xadiiskaasi wuxuu ku saabsan yahay waa midkii wadada ka leexiyay wadada muslimiintu ay marayaan dad iyo dunyada ay marayaan wax ka leexiyay oo rasuulku sheegay inuu jannada galay rasuulka ay nooga warramaya sideedaba rasuulkeena suuban calayhi aftalu salaati wa azka tasliim wuxuu inoo sheegay iimaanku sidiisaba inuu yahay dhowr iyo toddobaatan xubnood amba dhowr iyo toddobaatan laamood oo ay ugu sarreyso qowlka laa ilaaha ila allah ay ugu sarreyso ay uguna hooseyso wadada oo laga leexiyo wixii waxyeelo leh rasuulkeenu wuxuu nooga warramayaa calayhi aftalu salaati wa azka tasliim qiso ayuu nooga warramayaa xadiidka kan waxa ku jira nin ilaahay jannada uu geliyey jannada waxa uu ku geliyey sababtu waxay tahay waa laan qodax ah oo uu ka duwey wadada uu ka duwey si aysan muslimiinta u dhibin maxaad umalaynaysaa kuwa iyagu wadooyinkii muslimiinta goosanaya amba bira dhiganaya amba qoryo dhiganaya amba dhagax fara badan oo dadku amba ay ku turunturoodaan amba ay ku dhacaan amba ay ku jajabaanba dhiganaya iyaga maxaad u malaynaysaa waxa weeyaan waa dulmi weeye xadiidku waa imaamu muslim iyo bukhaari iyo muslim labadooduba way warinayaan xadiidka abu hurayra ilaahay raalliha ka noqdee waxa uu abu hurayra leeyahay rasuulkeennii baa yidhi عليه أفضل الصلاة وأزكى تسليم
وحو النبي يقول نو شيقي عليه الصلاة والسلام نمبا وقتي ها متسعون ايا ودو ايا وحو هلاي لان قضحة وددي كهلاي طب ادنا وكالليحي وكدوي فشكر الله له فغفر له إلهي باكو شكري ودن بدافي معناها السيو حويان يعني إلهي با فعل كيسا سرى لك النقضي إلهي با عمل كأسميي كأقبلي أيال لي وفير سمرك حديث كاس وحكى له الروايات كلاو إمام مسلم مثل أبو هريرة كتمت نمبا وحصوم مري لان جيد كا لالادا او وددي ديب كوى كل كاسو دارتي اوحي والله لانحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فادخل الجنه ودارتي اوحي والله ان انا نتن دافينين وان انا كلي حي كدو كجرو سي ايسن ادبين مسلمين تاسبا جنده لو غلي جندي اي لو غلي روايات كلي وحا اي اهيد ابو هريره النبي وكورنيو صلى الله عليه وسلم وحا ويري لقد رايت رجلا يتقلب في الجنه وحان اركي نين كو غدغدوميا جنة دخدهد صابتم حيث هاي وفي شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس صابتو حي هيد وجد وشري او ودد دبكو هيسي او كشري مسلمين تي دبيس وحا رنتي حديثك اسغا هي نوغه موقنيس حديثك هوري وحو انو شيغاي او انوغه ورمي وانين مريي ودو ودوينكا كميدا او كو اركي امبا كهلي لان قدح له او مسلمين تي دبيسي او مديسي waa ku dhibaato mudanayee oo kale xiyi ambalaan geed oo wadadii ku soo baxday oo dhibaateenaysay wixii maraya oo goostay inuu wuxuu go'aan ku gaaray inuu ka jaro oo ka jaray oo wadadii kale xiyi hadafkiisu waa maxay hadafkiisu waa in uu kale xiyo amba ka duwo oo ka kaxeeyo yaani arintaas wadada dhibaatada ilaahay subhanahu wa ta'ala وعمل كيسي رالي كنقضي أو إلهي عمل كيساسي وأقبلي أو جنة سداس يدعى كوغلي أو جنة دي كوغد قدومي عمل كيساسي دراد ديسا وحويا عمل يربو سميي أجر بدن نوالغو أبال مريي رحمة إلهي نصدي دبو واسع فضل إلهي نو بلارين يهي وحا أسميي ننكاسي وحي تهي ديرقلين دينتين يا أرن ورسولك إن أمر يا إن أن سداسي أو كلا أن يلنو أن سمينو عليه أفضل الصلاة وأزكى تسليم وابن نجو أمر رسولك إن وددا وحي وحي لله لجدو أي رسولك إن أمري وحنا ورسولك إن وجدجي عليه الصلاة والسلام إن سد رنبو إن وجدجي إن لجو أذي ذي مسلمين تدبوين كي ودوين كأي أمران أم بأي مران كون عاس يجنا ودوين كوحي وحي لله دجا أم بسبب النقطة وددو إن أي كل بات متان عدي مريس كواسنا وحي متيسنا يان سد أحاديث الرسول كنا شكتي وحقوا أجيبي سل عند إلهي لعند باكو دعيس لعند باكو دعيس معناه دو وحي تهاي إلهي الرحمة دي سيبا لجر رفعية نحريست إلهي بالجر ديرينيا هذا بوحي تهاي قفونا سي آذن أنقن ملعون مد ملعون سي آذن أنقن وإن آذن وددي وحي وحي لذا لها وإن آذن دقن وإن آذن قشنك هدي تهي برو هدي تهي قريو هدي تهي وحيابك كسو هدي وحيابها بني آذن كقوتو وإن آذن وحيابها سي كسو قبين وآذن آذن دتكي كدبين قفكي سداسي يلا wuxuu noqonayaa qof sabab u noqday waxyaabaha lacnada keena oo dadka qudhooduna way lacnadayaan oo marka qofka waxyaabahaasi wadooyinkii dhigay habaar iyo lacnad baa u imanaysa dabadeedna wax
أنا استجو ده هذا إن بقى أنت هكوس عضة عدي باتا دم بين حق إلهي بوجا غرمية وأنا رنتي أرن آدي آد وفالحن وحيتني إنه تلما ما يسا نصوص تن أي إنه هذا سوء أروريني وحي إنه عدين يسا طبعا عدا يدقنك سرية أهرم مرسن أي كسي في سيه المسلمين تو ومسلمين تا كعمل فلاتا إسلام لماذا إن يهين كوا نظيفة وأيو وحي أفهم سيهين إن أي تهي الظهور شدر الإيمان الظهور شدر الإيمان وحي أفهم سيهين نظافة طهارة يوحن عدمي إن أي دين تي إيمان كمدهين بيفهم سيهين وحي فهم سيهين ودد أو وحيلا وحلا لجل حياي إن أي تاي صدقت إن أي كهل أيان أجر وحي جروسين إيمانك حبنه سي الله ما أولي هاي أكل سرية إن أي متكم إذا تاي هدي لا إله إلا الله نوى أجوس الرئيسة إمادة الأذى عن الطريق نوى أجوها سيسا هدي قفك هلكي حبنتي يلا أنتي أجوها سيسا إيمانك اللجواي oo uun batahaynin sideebuu u haynaya laamihi ka sareeyay ee ka waaweynaa ee u dhaxeeyay yani tan iyo la ilaaha illa inta ka dhaxle kuwii ku taxnaa sideebuu ula imanaya hadii uu tii ugu yareeyd ee ugu gaabnayd uu la iman kari waayay waxaanay ahaan jirtay markii muslimiintu ay ahaayeen kuwa ku soconaya tacaliimta muslimiinta sida ay tahay عواصمتي مسلمين تو سيدا لغا ورمو و تاريخ دا عيد والبيبا اي هايسو مغالوين كي اوغو قروح دبدنا اوغو نظافة دبدنا اوغو قيمها بدنا اي هاين سيدا بغداد دمشق قردوبا اي مغالوين كي كلا اي واوينا وحي هاين كوو لغا دي هان كرو انبا لغا فهمي كرو دادك مسلمين تا اي دقنا حتى اوحلي هذا محاكم تفتيش markii muslimiinta laga saaray andalus oo taftiish ta lagu sameeyay dadka guriyaha waxa lagu kala baaray guriga laga helo inuu masquulo leeyahay xamaam leeyahay waxa la garanayay gurigaasi guri muslimiin u yahay ilaa kuwa kale oo yahuud iyo nasaaro iyo kuwa kale diina kale haysta meesha ku noolayd si markaa guriyaha maxaa lagu kala garanayay marka dadka la rabo in la tacdiibo oo la dhibaateeyo waxa lagu kala garanayay guriga ahaan marka ay noqoto waxa lagu kala garanayay guri alla gurigii musqille waxa la garanayay inuu yahay guri muslim sidaas ay ku fahmay nimanka dhalinyarada ana ragga waxa lagu kala garanayay way fatashayeen taftiish bay ku sameeyeen oo markay waxay arkayeen qof wiilkii gudan inuu muslim yahay ayay garanayay oo deen nasaaradu waa iyagu waxba isma gudan رجو دبرنا دي دابا الرمات كاس أردمي وحينوت الماما يان إنجا هدين هاي مسلمين دي إيمان كين كم تاي وخصلت كم بدا خصلتها إيمان كأي كم تاي إن وددا وحي وحي لله لقدو لكن لنا عكلنا وددي إن لدحدقو wax waxyeelo leh waxay noqonaysaa dhibaato aad iyo aad u weyn bay noqonaysaa waxay noqonaysaa in la dulmiyay mujtamaca iyo bulshada muslimiinta ah oo cidda sidaa yeeshay ee waxyeelada iyo waxa dhibta leh dhex dhigay wadada in ay sameeyeen dulmi ayay taasina inoo tilmaamaysa maantana runtii waad arkaysaa ay badan tahay magaalooyinkii waaweynaa baad waxaad arkaysaa iyadii oo reerku in uunu xaq u lahayn uu soo xeeranayo ood moodid inuu joogo miyi xeerarkii miyiga oo kale iyadoo ay magaalo tahay ayuu soo xeeranayaa wuxuu ku soo xeerayaa biro wuxuu gurigiisii uu ku soo xeeranayaa iyo fagaagiisii ku soo xeerayaa qoryo iyo alwaax dhagxaan wixii la mid ah wixii cid ku gaadhana isagaa qaba qofkaasi amba reerkaasi waxyeeladaasi ciddii ay wax u geysato amba ay ku gaadho isagaa qaba waa wixii ka ratimayay xagga kalena dembi buu qabaayo
مجتمعه ايه بلشده مسلمك او كنو اللي هايبو الدلمية او غيب آنو حقو الله هايم بو انتو قوستي بو صوح داي او صوح عرطي او ديباتو او كوغلي داد يد الدنيا بوحي هالكامري او ارين رنتيان لو باهنين اي تايدتكو ان اي كوان توبان او اسكدايان او فهمان او دادا وحيي لديدو وحي وحيي لله ان لقدوا با ايمانك كمي دا لكن او دادا وحيي الله وحيي الله إلا ديغانا إن أي تهي أرين ظلمي يتعدي أه إن أي تهي إن سيدا الله فهموه دمبي إن لغو غاضي كا ودادا حمان تكلي حين يانا إن جندا كم تيساني وعمل كيساسي إلا هاي أرالي كنغني وعمل كاسي ودادا وحيي الله وكقدوه إلا هاي إن أقبلي أرالي كي هاي أي نوت المامسة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.